بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض النسكافيه بتاعنا، او رغوة النسكافيه. هتحطيها في الفريزر، هتقعد معاكي عايزة اقول لك اكتر من شهر شهرين، زي ما تحبي وعلى حسب الكمية اللي انت هتعمليها. شايفين حجم الرغوة معايا قد ايه؟ السمك بتاعها بعد ما عملتها. يلا نشوف الطريقة ونشوف عملناها ازاي. هنا بقى دلوقتي هنعمل مع بعض، هنعاير السكر والنسكافيه بتاعنا بأي حاجة معيارية عندك بقى، أي مج عادي، ده مج عندي صغير عملت بيه. عايزة أقول لكم إن الوصفة دي ما تنفعش من غير السكر، يعني لو عملتها من غير السكر مش هتنفع، تحس إن هي هوا كده وبتطفي معاكي بسرعة، ما بتنفعش. يعني بقى الجماعة اللي مش بيحبوا السكر قوي زيي يجيبوه بقى نسكافيه بلاك زي ما أنا عملت كده، بيبقى مر شوية عن التاني. فتحط بقى كمية السكر قد كمية النسكافيه، او ممكن تعمليها كده وحتى لو مش بلاك، ولما تيجي تحط اللبن بتاعك من غير اي سكر بقى، هيبقى اللي هو ايه، مش مسكر برضو، اللي يريحك. وهنحط النسكافيه قد السكر والمية نصهم، فما يعني مج سكر مج نسكافيه نص مية. ما ينفعش نحط نص لبن نعمل بيه، ما ينفعش لبن دلوقتي خالص. هنقلبه كده مع بعض، او ما تقلبوش، انا بقلب عشان بس ما يدورش في وشي، عشان هشغل اعمليه بقى زي ما انت عايزه، بالمضرب، بالهاند بلندر، باي حاجه عندك، بس ده ما ينفعش في الخلاط، مش هينفع، مش هيمشي معاك في شفشق الخلاط، هيعمل شويه كده ومش هيكمل. فهنشوف بقى الطريقه مع بعض. انا كنت مبسوطه بتاع، تشغليه بقى على اعلى سرعه عندك زي اللي يريحك. هتفضلي تضربي كده بقى مش اقل من 5 7 دقايق، 10 دقايق، حسب برضو قوة المضرب اللي انت بتضربي بيه. عايزة اقول لكم دي انجح طريقة له، ما ينفعش ينعمل من غير سكر. بقولت انا ما ينفعش ينعمل من غير سكر، هنعمله بالسكر قد النسكافيه نص المية، يعني المية نصهم بس كده. هتبتدي بقى تضربي تضربي ضربة مبرحة، لما يعمل معاكي بقى، يعني بصي ما بينزلش معاكي من بس لسه هكمل ضربه واوريك ان هو ما بينزلش من المضرب، يعني تماسك، بس هنكمل لسه ضرب فيه. انا هنا بجيب سبتلة او اي حاجه اقلب بيها اوريكم، بس هنكمل ضرب برضو عادي. قلبته كده لتحت وكملت ضرب برضو عادي، يعني اللي جبت اللي فوق تحت، عشان انا بعمله في الشفشق ده بتاع الهاند بلندر، عشان انا مش عامله كميه كبيره قوي، دي على قد انا لوحدي، فمش عامله الكميه اللي هي، وعشان ما اعملش في حاجه بوله واسعه او كده مش هتحكم في الضرب فيه لانه مش كتير، فاهمه قصدي؟ فده تتحكم في الضرب فيه وملموم معاكي كده وبيطلع تحفه بصراحه. اه شوف عامله ازاي، بقى عامل شكل الكريم شانتيه، او اتقل كمان، اتقل من الكريم. كمل ضرب برضو، انا كل ده مش عايزه افصل عشان ما تقولش ان هو ضربتين وخلاص وخلص، لا. تضربي فيه لحد ما شايفين عمل ازاي، وكل ما بتضربي فيه كل لون ما بيفتح، كل ما اللون يفتح اكتر تعرف ان انت ماشيه صح، والنتيجه بتاعته حلوه، النتيجه بتاعته هتطلع حلوه. يعني هنا بقى خلاص بوريكو شكله عامل ازاي. هنجيب اي علبة فاضية بقى عندي كده تكون ناشفة وتكون بلاستيك، عشان هنحطها في الفريزر، لان الفريزر لما بنحط فيه الازاز بينكسر معانا في الفريزر، ما بيكملش. فهنحط في علبة بلاستيك كده، اي علبة اي حاجة عندك تفضيه فيها وتحطيه في الفريزر، يقعد معاكي بقى كتير يعني وقت طويل، ما تحطوش في الفرن التلاجة من تحت، مش هينفع. تفضيه كده بقى ونعمل منه بقى دلوقتي ايه، احلى مج نسكافيه مع بعض. فضي كله بقى انا كده مع نفسي وارجع لكم تاني بعد ما نفضيه نعمل منه. هنا بقى هنا خلاص فضيته، بصوا ما بينزلش من المعلقة، تحفة روعة، يعني يقعد معاكي فترة طويلة وهو بنفس التماسك ده. انا هنا طبعا اللبن المفروض ما يبقاش مغلي قوي كده، يعني يبقى بارد شوي، بس انا ما بعرفش اشربه بارد بصراحة، بحبه سخن. هنا بقى هتقلبي فيه خالص على قد ما تقدري، تدوبيه كويس بقى وتشوفي، هنشوف النتيجة بعد ما اهو كده، بعد ما قلبناه
هنا حطيت على وشه بقى شويه على الناشف كده زي ما ورثت لكم في الاول. كل شويه بحط، ما اعرفش قاعده واقفه العب فيه كده. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. مع السلامه.